حلقة جديدة من ستوري، حياكم الله مشاهدينا أينما كنتم. أبرز ما لدينا في حلقة اليوم: بتهمة تنفيذ عمليات إرهابية، أمر قبض بحق مساعد شلال شايع. وقوات أمنية تقمع وقفة احتجاجية لمعلمي شبوة. السعودية تمنع مصادرات الأسماك اليمنية من دخول أراضيها. أهلا بكم. تتوالى الفضائح في جهاز مكافحة الإرهاب في عدن يوما بعد آخر، فبعد أشهر من توقيف القيادي في الجهاز يسران المقطري على ذمة حادثة اختطاف المقدم علي عشال الجعدني في عدن، يأتي الدور على قيادي آخر في جهاز مكافحة الإرهاب. النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن أصدرت أمر قبض قهري بحق وكيل جهاز مكافحة الإرهاب علي محمد الصياء أو الصياء، وهو أحد أبرز مساعدي اللواء شلال شايع المعين رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب، وقد اتهم من قبل النيابة بتنفيذ أعمال اغتيالات وتفجيرات. مذكرة النيابة الجزائية سبقت بقرار رئاسي قضى بإقالة الصياء من جهاز مكافحة الإرهاب وإحالته للتحقيق. يقول قرار رئيس مجلس القيادة، نشاهد وإياكم القرار. نعم، يعفى علي محمد علي من منصبه وكيل شؤون الاستخبارات بجهاز مكافحة الإرهاب، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. طبعا مشاهدينا، الموضوع هذا لقي صدى واسع في وسائل التواصل الاجتماعي والكثير من التفاعلات. من ضمن هذه التفاعلات ما كتبه سامي حروبي، يقول: الرئيس العليمي يقيل القيادي في الانتقال والمقرب من شلال علي شايع علي الصياء من منصبه وكيل مكافحة الإرهاب، ويحيله إلى التحقيق ويجرد من أي رتبة عسكرية منحت له. يبدو أن له يد في قضية اختطاف المقدم علي عشال. أيضا صاحب الشميز المخطط أو أبو الشميز المخطط يقول: خلايا شلال الإرهابية تتهاوى، قبل فترة تمت إدانة ملاحقة جناحه الأيمن يسران المقطري الذي استطاع الهروب من البلاد بمساعدة رفاق شلال في المطار، واليوم النيابة تصدر أمر قبض قهري وخطاب لجميع المنافذ بمنع من السفر لذراعه الأيسر علي الصياء، وما هي إلا مسألة وقت ويكون إما بين قضبان السجن أو هارب خارج البلاد كما فعل رفيقه، ولا استبعد سقوط زعيمهم شلال شايع بعد سقوط اهم شخصين في العصابه الارهابيه والتي كان يعتمد عليهم اعتماد كلي في اداره وتنفيذ معظم عملياته التي كان يرتكبها في عدن. هذه بعض التفاعلات حول موضوع القاء القبض على علي الصياء. الى موضوع اخر مشاهدينا، بعد حملة تضامن وإدانات واسعة ضد توجيهات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحظر عمل نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، وفي أول رد رسمي من قبل الحكومة وجه رئيس الوزراء بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين ومراعاة الرمزية التاريخية لهذا الكيان النقابي المهني العريق الذي أسس في العام 1976. رئيس الحكومة أكد على احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني وموقفها الثابت في حماية الحريات بما فيها حرية التعبير ورفض أي شكل من أشكال التضييق على الحريات الصحفية، وشدد على جميع الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بحماية حرية التعبير وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين ليتمكنوا من القيام بدورهم في إسناد جهود الحكومة وتوجيه النقد البناء الذي يساعد على إصلاح وتصويب الاختلالات. طبعا توجيهات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضد نقابة الصحفيين اليمنيين أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط الصحفية والنقابية، حيث يرى الكثير أن الانتقالي يسعى بمثل هذه التوجيهات إلى فرض سيطرته على المؤسسات النقابية والحد من استقلاليتها في محاولة لتكميم الأصوات الصحفية المعارضة. نشاهد خبر توجيهات رئيس الحكومة على وكالة الأنباء اليمنية سبق.
إذن كما نشاهد، هذا هو بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي أكد فيه احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني وموقفها الثابت في حماية الحريات بما فيها حرية التعبير ورفض أي شكل من أشكال التضييق على الحريات الصحفية. توجيهات رئيس الحكومة بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين لاقت ترحيبا من قبل نقابة الصحفيين اليمنيين فرع عدن، حيث عبرت عن ارتياحها لتوجيهات رئيس الوزراء بإلغاء قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي قضى تعسفا بإيقاف أنشطتها. بعض وسائل الإعلام نقلت تصريحات عن مسؤول في نقابة الصحفيين اليمنيين بفرعها بعدن أكد فيه أن التوجيه أول الغيث على الطريق لعودة مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن حتى تستطيع النقابة ممارسة نشاطها النقابي. عرقلت عمل نقابة الصحفيين في عدن قوبل أيضا بإدانة من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين وأصدر بيان بشأن هذه الحادثة، نشاهد وإياكم. إذن هذا هو بيان الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يقول فيه أنه في خطوة خطيرة قامت وزارة الشؤون الاجتماعية باليمن بتعليق أنشطة نقابة الصحفيين في عدن، مما يعرض حياة قادتها للخطر ويزيد من التضييق على الصحافة الحرة في البلاد. الاتحاد الدولي للصحفيين أدان هذا القرار وطالب الحكومة بالتراجع فورا وإعادة مقر النقابة إلى أصحابه الشرعيين. أيضا في ختام هذا البيان يقول حرية الصحافة في اليمن مهددة ولا يمكن التهاون بحقوق الصحفيين في التعبير عن آرائهم. في المقابل اعتبرت ما يسمى نقابة الصحفيين الجنوبيين غير المعترف بها توجيهات رئيس الحكومة مخالفة للقرارات السيادية للدولة وتمثل تجاوزا خطيرا للإجراءات القانونية المنظمة للعمل النقابي ومساسا بمبدأ سيادة القانون واستقلال المؤسسات. لم تكتفي بذلك بل اتهمت رئيس الوزراء بالتحيز السياسي وانتهاكه لقوانين وأنظمة الدولة. هذا جزء من التحريض على رئيس الحكومة في وسائل الإعلام التابعة للانتقالي. نشاهد. إذن يقولون أنهم يرفضون بشدة تدخلات رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلق بنقابة الصحفيين. ناشطون وصحفيون بالانتقالي شنوا حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت رئيس الحكومة. من ضمن هذه التفاعلات أو من ضمن الحملة التي شنها ناشط الانتقالي ما كتبه خالد النسي، يقول أحمد عوض بن مبارك شخصية وصولية فاسدة يعمل وفق سياسة وأهداف قوى إقليمية ودولية وأحزاب يمنية متطرفة وفشل في مهمته كرئيس الحكومة، وهذا منطقي. لكن الغير منطقي أن يطالب بفترة تمديد ليقوم بعملية إصلاح مؤسسات الدولة وهو منذ تعيينه لم ينجح في ملف واحد. بن مبارك من يقف خلفه يريدون الحصول على مزيد من الوقت لتمرير مشاريعهم وهي في مجمل ضد حقوق وأهداف ومصالح الجنوبيين. أيضا عادل الشبحي يقول عادل بن مبارك لم يقدر على مواجهة الوزراء ولم ينتصر لأول قرار اتخذ بمنع الوزارة من السفر وحضور الفعاليات الخارجية والذي يكلف الدولة نفقات وأموال مبالغ فيها في ظل معاناة المواطنين في حاجاتهم اليومية والخدمات وتكليف السفارات بذلك، حيث قرار رائع رحب به الجميع ولكنه لم ينفذ. إذن هذا بخصوص مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا، كغيرهم من المعلمين في باقي المحافظات يعاني المعلم بمحافظة شبوة ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الإهمال الحكومي وعدم الاكتراث لوضعه المعيشي الصعب، ما دفع بعضهم إلى تنفيذ وقفات احتجاجية عديدة للمطالبة بتسوية أوضاعهم. بدلا من حمايتهم وتبني مطالبهم والنظر في أمرهم تعرضوا للاعتداء من قبل عناصر أمنية في محافظة شبوة. مجلس تنسيق الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة دان قمع وتهديد الآراء مطالبا باحترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون. نشاهد هذا الفيديو لأحد المعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية، نشاهد سويا. ولم يحترمونا الاعتداء على المعلمين في شبوة لقي تفاعلات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي. من ضمن هذه التفاعلات ما كتبه صالح الحداد، كتب قائلا إهانة المعلم هي إهانة الدولة بأكملها، المعلم هو من أوصلك إلى منصبك ووظيفتك، لولا المعلم لكان الجهل يغزو كل بيت، ومطالب المعلمين مطالب شرعية ويجب على الدولة والمجتمع حماية المعلمين وتكريمهم والوقوف إلى جانبهم.
أيضا هناك منشور أو تغريدة لأحمد سالم فرج يقول فيها: أنا المعلم، أطفالي يتضورون جوعا تحت هذا الشعار المؤلم. خرج المعلمين والمعلمات في محافظة شبوة النفطية والغازية التي تمتلك ثروة سمكية وثروات أخرى هائلة، وهي كغيرها تدفع ضرائب وجبايات، ولديها ميازين وميناء يتم استيراد النفط من خلاله، ولا أحد يعلم أين تذهب عائداته، والنفط الخام كل يوم في قواطر يتم تحميله. مع كل هذا وذاك، المعلم في محافظة شبوة لا يصرف له حافز شهري أسوة بالمحافظات الأخرى مثل حضرموت وعدن والمهرة وسقطرى ومأرب. أيضا عبد العزيز أبو طهيف يقول: عبد العزيز أبو طهيف، أيام المحافظ السابق محمد صالح بن عديو نظم معلمي محافظة شبوة وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية للمطالبة بحقوقهم، وكان المحافظ غير متواجد، والقائم بأعماله حينها الأستاذ القدير عبد ربه هشلة لم يتعرضوا للوقفة، بل قامت القوات الأمنية بترتيب الوقفة للمحتجين واستدعاء الأمين العام 5 معلمين للاجتماع بهم والاستماع إلى مطالب المعلمين. واليوم للأسف يتم قمع وتفريق الوقفة الاحتجاجية للمعلمين. طبعا يعاني المعلمين معاناة شديدة في عموم محافظات اليمن. لك أن تتخيل أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه المعلم يعادل في متوسطه 25 دولارا لا غير للشهر الواحد، ومع ذلك يقمع المعلم ويهان ويكبت صوته ولا يستمع إليه. معاناة الصيادين في اليمن مشكلة أخرى تتضاعف من عام لآخر. في حضرموت مثلا تمنع القوات الإماراتية المسيطرة على مطار الريان الدولي ممارسة مهنة الصيد في ساحل منطقة شحير، ولأن مهنة الصيد تعد مصدر رزقهم الوحيد اضطر الصيادون لكسر الحظر وممارسة الاصطياد. ومع ذلك طرأت مشكلة أخرى، فقد منعت هيئة الغذاء والدواء السعودية دخول الأسماك اليمنية إلى أراضيها. شركات يمنية مصدرة للأسماك قالت أنها فوجئت بإرجاع البرادات التي تحمل أسماكا طازجة كانت في طريقها إلى السعودية. قرار المنع ولد تداعيات اقتصادية كبيرة، إذ يبلغ حجم الصادرات السمكية إلى منفذ الوديعة السعودي 600 طن سنويا وفقا لما أفاد به رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية، وتمثل العائدات من صادرات الأسماك مصدرا مهما لدخل اليمن من العملات الأجنبية. فالقطاع السمكي من القطاعات الإنتاجية المهمة، إذ يحتل المركز الثاني في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط وفقا لبيانات وزارة الثروة السمكية عام 2012. صيادون في محافظة الحديدة ناشدوا الحكومة لوضع حل لأزمة منع دخول الأسماك إلى السعودية. نشاهد. أنا من أبناء الخوها الصيادين، يعني ما نروح نصطاد ونجيك ما يمشيش الصداق، يعني ما يمشيش يصير السعودية موقف علينا، وعن نروح ونجيك ما مش معنا خرج من خارج، نجي نرجم بوانا في الساحل، وكم من أبناء الخوة الصيادين الآن كلهم واقفين، كم مثلي كم لا ناس واقفين، كلنا عايشين على البحر. قرار منع تصدير الأسماك، فهذا قرار غير صائب، فهذا متضررين المواطنين ومتضررين الصياد. كما ترون المؤسسة فاضي، نرجو من حضر من سيادتكم أن تراجعوا قراراتكم وشكرا. نشكي ونعاني من تسويق الصيد والسمك الثروة السمكية، الآن كل واقفة شلت الشلل كامل، لا يوجد لنا تصدير ولا يوجد لنا مشتري ولا يوجد لنا أي مقابل. العتاب تضاعفت علينا والبترول زاد ارتفاع سعره. هذا القرار مشاهدينا، قرار الجهات السعودية بمنع تصدير الأسماك إلى المملكة، لقى تفاعلا من قبل رواد التواصل الاجتماعي بين معارض ومؤيد للقرار. من ضمن هذه القرارات ما كتبه باسيت حبيشي يقول: قرار خاطئ قانونا كونه لم يتم الإبلاغ شركات الأسماك التوقف عن التصدير مسبقا، وتتحمل السلطات السعودية تبعات هذا القرار في حالة أن التصدير يتم بطريقة قانونية من الجانب اليمني، ولكن كما يبدو أن الأمر ليس كذلك. ومهما يكون من أمر، فإن هذا القرار مفيد للسوق اليمني والمواطن اليمني بطريقة غير مباشرة، وإنقاذه من جشع التجار والمهربين والوسطاء. والمواطن اليمني أحق بثروته، هكذا يرى حبيش، يرى أنه منع التصدير قد يستفيد منه المواطن، لأن أسعار الأسماك البعض يقول أنها زادت بسبب التصدير. أما مصعب عفيف فيقول: ضربة موجعة جديدة وخسائر كبيرة للصيادين في اليمن بعد قرار سعودي مفاجئ بمنع دخول الأسماك إلى الأسواق السعودية.
محمد عبد الله الشهاري ماذا يقول محمد؟ يقول محمد: أحرموا المواطن اليمني من الأسماك بغرض التصدير وتعاقبوا بعدم السماح لها بدخول المملكة حسب ما نشر من قنوات الإعلام اليمنية. أسعار الأسماك مرتفعة في محافظات يمنية غير ساحلية والأكثر سكان، يجب أولا تغطية الأسواق اليمنية من الثروة السمكية ومن ثم التصدير. إذن كما قلنا أنه الموضوع بين مؤيد ومعارض. من ضمن التفاعلات أيضا ما كتبه يوسف الغليسي، يقول: المشاكل دائما يأتي الجزء الأكبر منها من نصيب الصياد المسكين، فمع إيقاف تصدير الأسماك من اليمن إلى السعودية خلال هذه الأسبوعين تضاعفت معاناة الصياد كثيرا. سعر زهيد للسمك في الأسواق المحلية يجعله غير قادر على الإيفاء بقيمة رحلته للبحر، ويصبح بين خيارين: إما الخسارة المؤكدة نتيجة ارتفاع مشتقات النفط وغلاء الأسعار، أو التوقف بلا عمل يعني بلا قوت للأطفال. هذا كان موضوع تصدير الأسماك والتفاعلات حوله. إلى موضوع آخر، أين الحاخام؟ سؤال أصبح يردد كثيرا خلال الأيام الماضية، فما حكاية هذه القصة التي بدأت باختفاء الحاخام الإسرائيلي سيفي كوغن منذ الخميس الماضي في دولة الإمارات؟ بعد أيام من البحث عنه، أعلنت إسرائيل رسميا العثور على جثة الحاخام في دولة الإمارات، ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الإماراتية على الإعلان الإسرائيلي عن مقتل الحاخام. كيان الاحتلال كان قد حظر سفر الجنود الإسرائيليين والمستوطنين إلى الإمارات خلال الفترة المقبلة إلا في حالات صنفها بالضرورة القصوى. يذكر أن المستوطن سيفي كوغن هو أحد مبعوثي ما يسمى حاباد، وهي حركة متطرفة، وقد نشر أقرباؤه صورا له تظهر عمله في الجيش الإسرائيلي برتبة ضابط. قبل أن ننتقل إلى هذا الموضوع ونرى التفاعلات، هناك تحديث لهذا الخبر، حيث أعلنت السلطات الإماراتية الحصول على جثة هذا الحاخام في مدينة العين الإماراتية. نشاهد وإياكم صورة هذا الحاخام. طبعا هناك تفاعلات حول هذا الموضوع. من ضمن التفاعلات التي سنوردها في حلقة اليوم ما كتبه جهاد بن علي، يقول: سنوات من التطبيع ومحاولة طمس أي نوع رفض للاحتلال والانتقال من فكرة القبول إلى فكرة التعايش والاحتضان، دفعوا المليارات وحاولوا تزوير المسميات وتغييرها عن حقيقتها، وبعد ذلك يأتي الخبر مقتل الحاخام سيفي كوغان في بلاد التطبيع. هذا الكيان سيبقى كيانا ملفوظا منزويا، حتى وإن لهثت إليه الأنظمة سيطارد شبح الشعوب الحرة الذين آمنوا بوقتلوهم حيث ثقفتموهم، ولا عزاء للمطبعين الخانعين. أما محمد الأبتل فيقول: مقتل الحاخام اليهودي وفي الإمارات لا يضع الإمارات في موقف محرج فقط، بل يجعل إسرائيل تدرك إذا ما أرادت بأن تنعم أو بأمن مواطنيها مرهون بالحل العادل للقضية الفلسطينية. مشاهدينا، هل سمعتم من قبل بمرض جدري الماء؟ هذا مرض فيروسي شديد العدوى يتسبب بظهور طفح جلدي وإصابة الأغشية المخاطية. هذا المرض المعدي عادة ما يصيب الأطفال لا سيما قبل عمر العامين، ويتسبب في طفح جلدي وحكة شديدة، وترافقه في بعض الحالات مضاعفات خطيرة مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ بعد نحو 10 أيام من بداية المرض. في محافظة المهرة سجلت الإدارة الصحية إصابة أول حالة بمرض جدري الماء في ميناء نشطون بعد تلقي بلاغ من الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بشأن الحالة في ميناء نشطون. تم تقييم حالة المصاب من قبل فريق طبي وتبين أنها مستقرة وتستجيب للعلاج بشكل جيد، ما يبعث على الطمأنينة بشأن الوضع الصحي. وأيضا الفحوصات أظهرت أن المخالطين للمريض لا يعانون من أي أعراض حتى اللحظة. حفظ الله الجميع من هذه الأمراض، ونتمنى الشفاء العاجل للمصاب. هل تزعجك الرسائل الصوتية الطويلة أم أنك من محبي إرسالها؟ إذا كنت من الفئة الأولى فهذا الخبر سيسعدك، حيث أعلنت شركة واتساب التابعة لشركة ميتا بلاتفورمز عن إطلاق ميزة جديدة تتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة. هذه الخاصية مفيدة جدا في الأماكن المزدحمة وأثناء وجود المستخدم وسط الضوضاء، حيث يصعب الاستماع إلى الرسائل الصوتية. الميزة لن تعمل بشكل تلقائي مع كل رسالة صوتية تصل، بل ستتيح للمستخدم خيار تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص عند الحاجة.
ومن المقرر أن تتوفر هذه الخاصية تدريجيا لجميع المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع المقبلة، وستدعم اللغة العربية إلى جانب عدة لغات. أثارت الميزة ردود فعل إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي. من التفاعلات حول هذا الموضوع كتب خالد الحربي، يقول خالد: عظيم الفكرة، بتختصر علينا وقت طويل من الرسائل الصوتية الطويلة جدا. أيضا هناك سامي أو ساميلي محمود يقول: بعد تجربة هناك بعض الصعوبات في التعرف على بعض الحروف العربية، يحتاج إلى تطوير أكبر. أيضا خالد عبد العزيز ماذا يقول؟ يقول: مشكلة ما يطلع كل الرسائل الصوتية، جزء منها أو أغلبها عن تجربة. أيضا أنتم مشاهدينا الكرام، هل ستفيدكم هذه الخاصية الجديدة من واتساب؟ وهل ستدعم هذه الميزة اللهجات العامية اليمنية؟ هذا سؤال مهم جدا. برأيكم ما هي أصعب لهجة يمنية ستربك الميزة؟ اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج ستوري. تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله.